ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم افخاذ الدجاج، بس بسويها معكم بطريقه صحيه، ما راح اقلاها بالزيت، نقلاها بالقلايه الهوائيه. هنا عندي عجينه البيف باستري، انا استخدمت السنبله هنا، فككتها علشان الثلج كذا يذوب شوي. وبجهز الحشوه. الحشوه طبعا عندي دجاج مسلوق ومفتت، بكشن له مع بصل وفلفل وثوم الحين بندقه، ونضيف له جزر وبطاطس وذرة وبهارات مشكلة. نقول بسم الله ونجهز حشوة أفخاذ الدجاج. حمص البصل مع الفلفل البارد، وكالعادة إلين يذبل، بعدين نضيف له الثوم المحروس، بعدين راح نضيف له الدجاج المسلوق المفتت والخضار المبشورة اللي هي الجزر والبطاطس. طبعا ما ننسى البهارات، اي بهارات انت تفضلينها، وملح. بعد ما ذبل البصل عندي ضفت الثوم، الحين راح اضيف الدجاج المسلوق المفتت وبحمسه شوي قبل اضيف البهارات وقبل اضيف الخضار. أبي شوية ياخذ طعم الثوم والبصل. الحين بضيف الجزر المبشور، طبعا الإضافات حسب رغبتكم، بس حلو مع الجزر والبطاطس والذرة كمان. نحمسها زين، بعدين راح نضيف البهارات والملح. طبعا ببدأ أضيف البهارات، أحط بهار الدجاج، فلفل أسود، بابريكا، إذا حبيت زعتر بلدي ما يمنع، أو أي بهار أنتم معتمدينه حطوه، كل ما عندكم حطوه. الملح، بضيف شوي بازاليا والذرة. برضه أقول لكم هذا يعتمد على رغبتكم، يعني مو بشرط، أي إضافة تضيفونها حسب ما يحبون أطفالكم أهل البيت، لا تبلشونهم بشيء ما يأكلونه. خلاص كذا الحشوة جاهزة تقريبا، أطفي النار ونبدأ نجهز. بنخربها شوي وبنحط شوية جبنة موزاريلا، عاد انتم لا تضيفون، تبونها صحية لا تضيفون. خلاص تقليبة كذا الحشوة تكون جاهزة، بس أبيها تذوب الجبنة دام الحشوة حارة. يا سلام هذه شريحة البيف باستري، بفردها شوي وبعدين بقطعها مربعات أربع، يعني المربع الكبير هذا حيعطيني أربع حبات، بوريكم الحين. تقطعونها أربع وتفردونها كذا باليد شوي، وتحطون الحشوة بالنص، وبعدين تاخذون البطاطس مجمدة، لكن هذه كبيرة، ناخذ أصغر منها شوي، نحطها كذا وتسكرون عليها. هذه حطلع لكم شكل ميني زي كذا، بس إذا أنتم تبونها أكبر لا تقصصونها أربعة، خلاص استخدموا واحدة كاملة. بس ميزة الميني إنه تطلع لكم أربع حبات بالشريحة الواحدة، وتسكرونها زين وبس، وتصير لكم بهالشكل. وهذه أفخاذ الدجاج وجهزت. الحين راح أغمسها بيض وبقسماط وبدخل الفريزر بس تتماسك، وبعدين بقلاها بالقلاية الهوائية. طبعا اللي بقلاها بالزيت براحته، بس علشان يعني أرضي الناس الصحية، وأنا ما راح أقلى بالزيت اليوم، بقلاها بالقلاية الهوائية. كيفني معكم بس، وأنا مهتمة فيكم. وها
هذه أفخاذ الدجاج بعد ما طلعتها من الفريزر. طبعاً زي ما أنتم شايفين غمستها بيض وبقسماط ودخلتها فريزر عشان تتماسك. الحين عندي القلاية الهوائية سخنت، برشها بخاخ زيت زيتون أو زيت دوار الشمس شوي، ونحط الأفخاذ. طبعاً أعيد وأكرر، لازم القلاية الهوائية تكون ساخنة عشان ما يتفكك عليكم العجين. بعد ما صفيتهم رشيت على الوجه بخاخ الزيت عشان ما بيها تصير مرة ناشفة. والحين بخليها تقريباً 10 دقائق، بس طبعاً خلال 10 دقائق هذه نبي نشيك عليها كل شوي، نشيك على الأفخاذ. ما شاء الله خلاص على وشك تخلص، شفتوا زينها خفيفة بعد وصحية. وهذه أفخاذ الدجاج وخلصت، حاولت إني أخليها بطريقة صحية وخفيفة بدون قلي بزيت غزير، خليتها بالقلاية الهوائية ويدوبك بخاخ الزيت وبس، وتعطيكم نفس طعم المقلي ويمكن أحلى. وبالعافية.